ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. دلوقتي هنعمل وصفة محببة جدا وهي برضو البيكيني. بيكيني بيتعمل بالهوت دوج أو بالسوسيس، كتير ممكن يبقى عندنا كده، ممكن نعمل منه وجبة حلوة، ساندوتشات بيحبوها برضو الولاد، وهنديها كده لمسة وإضافة لطيفة. بعد ما عملنا طبعا الفاهيتا نشفناها، أهم حاجة في التنشيف عشان تديكوا ريحة التدخين الحلوة دي. تعالوا بقى نبدأ. أنا هقول المقادير. طبعا أنا لو عندي سوسيس أو هوت دوج سواء كبير أو صغير اللي موجودة عند حضراتكم، عندي مجموعة من الفلفل الألوان، فلفل أخضر وأحمر وأصفر، عندي شرايح من الطماطم ودي اختياري، عندي باربيكيو صوص، وعندي بصل متقطع جوليان، وعندي طبعا البهارات الخاصة بالبيكيني. تقدروا بقى تضيفوا زي ما انتوا عايزين، عايزين تحطوا بابريكا، عايزين تضيفوا مثلا بصل باودر، عايزين تحطوا فلفل أخضر، ملح وفلفل زي ما انتوا عايزين. دلوقتي بقى انا بسخن برضو هنا الطاسة كويس قوي، قطعته كده اوكي كده، حطه هنا بنقطعه عادي دواير كده زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنا بصوا كده، يعني ايه حبه كده حلوين، بيبقى فيه شويه تخانه كده، ما بيبقاش يعني رفيع قوي. طبعا مشهور قوي بعض المحلات اللي بتاعت الشباب اللي بيحبوها علشان يروحوا ياكلوا منها البرجر وما الى ذلك، لكن بيبقى موجود فيها كمان البيكيني. في ناس بتبقى بتعمله حلو قوي، وبتعمل كمان البنيني. البنيني اللي بيبقى عبارة عن إن شاء الله نعمله صدور الدجاج، بتاخد تشيز وبتنزل في العيش وبيتكبس في الجرال اللي بيبقى زي ساندويتش ميكر بس المضلة، بيبقى البنيني ده رائع وليه صوص كده جميل مع صوص الأجبان اللي بتتقدم معاه، بيبقى روعة بصراحة. يعني أنا أشرب بس الفان هنا أساعدها أنها تجف بسرعة كده أوكي، وهتبدأ تسخن شوية حلوين، وهجهز برضو شوية زيت. الميزه هنا بقى انه طبعا نقدر نعمل افكار كتير قوي بده. في عجاين بيتحشي بيها بس بيبقى الصغير، وفي ممكن نحط عليه الاجبان، نحط عليه اجبان بتاعه البرجر يتلف وبعدين ننزله فوقه في عجينه، ينزل في عجينه زي لما بنعمل الكورن دوج في النوادي، الولاد بيموتوا فيه، يتحط عليه الكاتشب وحاجات بينزل كده في العجينه، هنعمله ان شاء الله. حاضر، هنبدأ نعمل حاجات لطيفة كده سريعة وتبقى يعني عارفين ايه كلنا بنحبها والولاد بيستمتعوا بيها في البيت، وبجد بدل ما تقعدوا تصرفوا كتير كتير. خلينا بقى ايه نحط كده شوية من الزيت، بسم الله شوية كده. هنزل بقى أول حاجة معاهم البصل، المرة دي البصل ده بقى اللي بيديله طعم حلو قوي، وتقدروا تعملوا ميكس زي ما انا عامله كده من الابيض والاحمر، لان الاحمر بيدي طعم تسكيره كده حلوه محببه مع البيكيني. طيب طبعا رشه الملح والفلفل دي مهمه مع البصل في الاول، تساعد ان هو ينزل الايه السوائل بتاعته كده. نقلب كده تقريبا كده، هنزل بقى بال، لو احنا جايبينه مغلف، بصوا انا بحب اعمل الخطوه دي عشان اعقمه، بمعنى هو بيبقى معمول له باكنج ومتفاكيوم، يعني ما فيهوش نسبه هواء ماسك ممسوك فيه قوي كده، فانا باخده بالكيس، بغسل الكيس الاول من بره وبعدين باخده احطه في طاسه بكيسه، بعد ما بغسله خلاص بحطه في طاسه فيها شويه ميه وفلفل ملح، مش ملح فلفل، وبعدين انزل الكيس فيها. اول ما يغلي بتروح الكيس بعد ما كان مقفول مضغوط فيه الهواء متبكيم كده بيروح مهوي، فابدا احس انه خلاص تمام، اروح ماسكاه قطع الكيس ومطلعه ده في طبق نظيف واقطعه زي ما انا بقطعه قدام حضراتكم. دي اول خطوه هنا كده، ممكن اقطع شويه كمان، ناخد كده اتنين كمان معانا، بيليق معاه بقى قوي الصوص بتاع الباربيكيو صوص قوي، ممكن تحطوا له كاتشب وواحده بس معلقه صغيره مستردة من اني فندم زياده باربيكيو فندم. حاضر، مين عاوز ايه؟ اوكي يلا بينا هنبدا بقى دلوقتي نحط كده من الفلفل الالوان كله. ان شاء الله يعني هتستمتعوا بالوصفات دي، الولاد هيتبسطوا بيها قوي.
وعلى فكره بدل ما احنا بنقعد في اي مكان، انا عارفه الولاد بيبقوا في يعني في المصايف دايما بيجوعوا، وده شيء طبيعي او ما ينزلوا الميه حتى الكبار. في ناس بتحب تعمل ساندوتشات معاها على البلاج، وده مش عيب، يعني مش عيب ان هم ياكلوا حاجه نظيفه حابين ياكلوها لحد ما يوصلوا البيت ويبداوا تعملوا الغدوه الرئيسيه او الاكله الرئيسيه، اكيد ده شيء طبيعي. فمش مش مش مشكله ان انا اعمل لهم حاجه زي دي بتحبوها، اخد جنبها بطاطس ويدجز او شيبسي واعمل لهم حاجات لطيفه انا عاملاها في البيت سريعه هتشبعهم وهيبقوا مبسوطين لحد ما يرجعوا ياخدوا تشاور ويبداوا الدنيا تبقى معاهم لطيفه جدا، ويبداوا بقى يتجهوا الى المكان اللي انتوا عايزين تاكلوا فيه الاكله الرئيسيه سواء في البيت او بره البيت. وقلت لحضراتكم انه اسهل حاجه في المصايف هي الحاجات المشويه دايما في الافران بالخضار. اسهل حاجه الورقه الكيس الحراري، حطوا فيه بط، حطوا فيه لحمه، حطوا فيه فراخ، حطوا فيه سمك، حطوا فيه كل حاجه انتوا عاوزينها. هناخد كده كام واحده بس من الطماطم متقطعه، بصوا مخليه من البزر واللحم بس زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا بقى اشوح تشويحه حلوه هنا، شايفين شايفين اهو، شايفين ازاي؟ تسلموا لي. بصوا بقى هناخد بقى شويه من الباربيكيو او البابريكا كمان، عندي بقى البهارات بتاعتي، وهنزل باحلى حاجه هتديني تيست وطعم مش محتاجه اي اضافات معاها، الباربيكيو صوص. بس رشه بقى بسيطه من الملح والفلفل قوي بعد ما حطينا الخضار، شكرا هتستمتعوا بيها، ما عملناش حاجات كتيره. اللي محتاج بصوا بصوا بقى هتديها كده طعم وهتدي له لون وتدخينه رائعه. شايفين بقى ادي البكيني، عايزه اقول لكم الخطوه الاولى لما بنجيبه جاهز عشان بيبقى متغلف ومتفاكيوم، وازاي هنعمله بالخطوه الاولى حتى لو حضراتكم هتشوحوه بعد كده على الجريل وتاكلوه كده، لازم تعملوا الخطوه اللي قلت لحضراتكم عليها، ما ينفعش تطلعوه ني من الكيس وتسووه. طيب اولا يبدا هو اي نعم واخد دومه فاكيوم، واخد جزء من التسويه، لكن ده لازم اعقمه عندي في البيت وافك ده بالطريقه. فانا لازم مرحله الميه السخنه في طاسه انزل فيها الكيس بعد ما بغسله على الحوض وانشفه كويس، هنزله في ميه سخنه فيها شويه فلفل، وبعدين اول ما يتفك الهواء ويطلع من جواه هبدا اشيل الكيس اقصه على الكاتنج بورد، اطلع منه السوسيس زي ما انتم شفتوه هنا كده، وابدا اقطعه مع حضراتكم واستعد للخطوه الجايه. هحشيه في بيتزا، هحشيه في فطاير، هحشيه في اي حاجه هيبقى بالطريقه اللي قلتها لحضراتكم دي. بصوا ممكن بقى تعملوا كمان حط كده، وكل واحد بقى عايز يحطه في اي نوع عيش بيحبه زي ما انتم عايزين. بس بصوا دي وصفات لطيفه جدا الولاد بيحبوها. عايزين بقى تدوا له طعم احلى كمان لو انتوا شغالين الشوايه الفحم، وحبيتوا بقى تحطوه على شوايه الفحم بعد الخطوه اللي برضو قلت لحضراتكم عليها، ما يطلعش من الكيس مجمد يتحط، او حتى لما يفك ويبقى لسه ما تعرضش لحراره يعني تعقيم، هتحطوه على الشوايه يديله الطعم المدخن ده. قطعوه واعملوه كده، او ياخدوه على طول في الساندوتش يحطوا عليه الصوصات اللي هم بيحبوها. عايزه اقول لكم هيبقى رائع. بصوا بقى الجمال، وده من الوصفات الجميله جدا، شايفين حاجه تجنن بجد. الحاجات دي سريعه وتقدروا تجهزوها في علب وتحطوها في الثلاجه من قبل لو في مايكرويف بتسخنه، والولاد بيستمتعوا بيها. انواع العيش يا دوب على ان انا اشتري العيش فريش، هيبقوا سعداء ومبسوطين على ان انا احشيه من بالليل واسيبه. فالولاد مش دايما بيحبوا العيش لما يكون يعني بات من قبل، بقاش لطيف قوي. دي مهمه ان انا ازاي اعرض بطريقه حلوه وفي نفس الوقت اكون باقل مجهود. فدلوقتي بقى انا هبدا هنا، شوفوا اجيب كيس العيش هنا، هنا بعض وحدات العيش كده، ممكن بقى يبقى هنا همسحه بقى انا في الايه في الطاسه على السخن كده، ياخد بس تحميصه هنا او على الشوايه بيبقى احلى. عارفين لما بنيجي نعمل المشويات والكباب والحاجات دي وبعدين نعمل ايه، ناخد العيش نحطه على الشوايه بيبقى روعه.
في وصفات كتير كمان تنفع للفطار هنوعدها ان شاء الله. ده مفتوح نعمل مع بعض حاجات لطيفه علشان اللي حابين حاجات للفطار، مش بس الوقت بتاع الظهر بتاع البحر او البيتش لما بيحبوا يروحوا على البحر او على البلاج، نعمل لكم حاجات للفطار لطيفه. بصوا يلا بينا. الو بقى هنا. انا قلت ادوخ العيش شويه بما انه طلع مش فريش قوي. كده يلا بينا. بصوا بقى الجمال، بصوا بدات لسوع بقى، اللسوعه دي مع الصوص الباربيكيو، والله انتم ما هتحتاجوا حاجه تاني خلاص. بصوا بقى بالوصفه الجميله دي وتعالوا. بسم الله انا المره دي هقدمه كده في طبق. هلسوع بس العيش كده شويه. بسم الله بسم الله كده. بصوا اللسوع اللي في البان دي هي دي اللي ادت الطعم بقى مع الايه، مع الصوص اللي احنا حطيناه. شايفين هتستمتعوا بيه جدا بجد، طعمه يجنن، الولاد هيحبوه. واحنا يعني مبدئيا كده الناس اللي هنا دلوقتي اللي بدأوا يعني يشوفوا الدنيا معانا عامله ازاي، ادينا له بس تشويحه كده. بصوا اللسعه دي اهي اهي، شايفين. وبقى صحه وهنا على قلب حضراتكم. ونحط بقى الطبق بتاعنا. بسم الله هنا ولا هنا حبايبي؟ هنا. اوكي. ودلوقتي بقى طبعا هنستعد مع حضراتكم ليه يعني الفقرة الطبية لإجابات أسئلة حضراتكم، وأتمنى يا رب دايما تبقوا كده من يعني متابعينا اللي دايما يبعتوا لنا ودايما يسألوا، وإحنا بنشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعة.